بزاف ديال الناس غيسحبوا هذا. واش الزلزال ديال تركيا؟ لا هذا ماشي زلزال تركيا، هذا درب الشرفة الزنقة 20، والحمد لله ما كانوش شي ضحايا. عرفتي هذيك الزنقة؟ عرفتي هذيك الزنقة هذيك مع البرد؟ راه مشات تقارت الله يستر تجي في عمق شي واحد. هذيك راه خطر هذيك. داكشي اللي كاين اولدي، داكشي اللي كاين. هذا الشيء في الفيدة، في الفيدة درب الشرفة. راه كيسولوني الناس فين، قلت لي في درب الشرفة. اللي بغى يجي يزور هاد الناس ويقدم لهم هاد المساعدة يجي عندهم. الناس الساكن راه مشردين في الزنقة، يعني لولا التدخل ديال الجيران الساكن اللي صراحة نقدموا لهم هاد المساعدة. سعيد فين هي التريبي ديالك؟ التريبي ديالك فين؟ التريبي عندك ابا عندك يعني لحدود الساعه الاغراض ديال الناس لازالت عالقه، وحتى شي واحد ما جابش يعطيهم تغل. يعني الناس مخلين وريقاتهم، حتى من الدواء ديال الطبيب الوراق ديال الطبيب راه مخلينهم هنا. بزاف ديال الحوايج اللي خصهم يستافدوا منها. لان متتبعينا الكرام هادشي اللي كتشوفوا فيه للاسف الشديد. حتى الساكنه دابا كاين بعض الساكنه اللي كيخبوا في ديورهم لان دخل عندهم هادشي حتى للدار عندهم. لا ماشي البرد زهير، ماشي البرد، شي طاشرون كان كيبني في شي دار قدامهم وقاس ليهم الساس وريبهم بفعل فاعل. اذا هذه الاجواء هنا ب درب الشرفة منطقة الفيدة. الله يفرج على هاد الناس يا ربي، الله يفرجها عليهم.